حملة حق الشام، لأن هذا حق فعلاً علينا عشان نوصل لكم وعشان نوقف معاكم وعشان نكون اليوم متواجدين معاكم وبينكم، وبعيد عن كل أي شيء لا علاقة بالمجاملات ولا لا علاقة بالكلام والتجميل. إحنا هذا فعلاً أزمة، وإحنا جايين قبل التبرعات وقبل الدعم المالي ودعم المادي نقول أهم شيء أنتوا تكونون واثقين من الله سبحانه وتعالى. فأنتوا الآن في وقت الله سبحانه وتعالى قاعد يمتحنكم فيه وقاعد يشوف ما مدى صبركم، فدائماً خلوا عندكم نقطة الصبر موجودة، وبإذن الله تعالى ما يليسر إلا بعد العسر، فهي لحظة بسيطة وقت بسيط، وبإذن الله تعالى قريباً 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 ترجعون إلى بلادكم وتكونون بين أهاليكم وتكونون في بيوتكم بإذن الله تعالى. ولكن دائماً خلوا عندكم إيمان بأن هذه فترة وأزمة وبتعدي بإذن الله تعالى.